طيب خليك معايا يا أستاذ لو سمحت. الآن بدنا نبدأ في جزئية متقدمة شوية، فخليك مركز معايا عشان إنه إحنا نستوعب إيش المطلوب. الآن بعد ما خلصنا الـ introduction للـ machine learning، بدنا نروح لجزئية الـ intermediate machine learning. تمام؟ في الـ intermediate machine learning فينا عندي مجموعة من دروس كيف انه اتعامل مع الميسنج فاليو، كيف اتعامل مع الكاتيجوريز، البايب لاينز، الكروس فاليديشن، البوستنج. هاي اجى البوستنج عشان حكينا انا عندي راندوم فورست والاكستريم جريدينت بوستنج، هذه برضه تعتبر من الانسمبل ميثود. وفي عندي كذلك برضه درس هيك بركز على الداتا ليكج. خلينا نخلص هدول الدروس واحده واحده. تمام، نبدأ ب introduction. أعتقد إنه هو بيديني exercise اللي موجود هناك. لازم بحكي لك انه انت لازم تكون مخلص الموديل فاليديشن والاندر فيتنج والاوفر فيتنج. تمام، وهنا انت ممكن تحل يور فيرست اكسرسايز. طيب هجيت في الاكسرسايز هذا، عندك أول حاجة نعمل سيت اب، وفي عندك هنا الهاوس برايسز في أستراليا. تمام؟ You will work with data from house price competition, learner users to predict home prices باستخدام 79 explanatory variables. تمام؟ موجودة أنا عندي هنا في الهوم داتا. ف بحمل البيانات، لاحظ انه في تحميل البيانات انه انا اديته الاندكس كولوم، هذه الترين وهذه التست، اكس فول واكس تيست فول. تمام، ولاحظ انه الاكس كابيتالايزد. ما حدش معمل كليك صغيرة. تمام، الواي عبارة عن الفول داتا سيل برايس، والفيتشرز حددناها زي هيك. تمام، باخذ منها نسخة الاكس انه هي عبارة عن الفول داتا حددت الأعمدة، وباخذ منها نسخة. تمام، ليش؟ لانه انا بدي اعمل تعديلات على هاي، فعشان هيك انه باخذ منها نسخه. يعني انا لو خليتها نفس الشيء ايش راح يصير؟ اي تعديل بعمله على الداتا فريم هذا بينعكس على هذا. فبخلي الاكس فول داتا انتشت، فبالتالي باخذ منها كابي. تمام، والتست برضه باخذ منها كابي. هذا البراكتس او هدول الخطوتين مهمات جدا انت عندك في البري بروسيسنج. ليش؟ لانه احنا حنجرب اكثر من البري بروسيسنج. افترض انه بري بروسيسنج انت ما زبطش معك، كيف بدك تعمل اندو؟ بدك ترجع تعمل ريد للديتا من اول وجديد؟ لا، خلاص الديتا موجوده، عملت لها ريد، هيا في داتا فريم بتخليها على شكلها. كل ما بدك تجرب بري بروسيسنج جديد بتروح تاخذ منه نسخه. تمام، هنا السبلت زي ما تعودنا، هنا ادى هاي المره التو باراميترز، لانه بينفع انه انت تحط التو باراميترز للترين سايز والتست سايز، ولازم مجموعهم يكون 1.8 و2. تمام، وهنا
هاي الهيد تبع البيانات تبعتي. اوكي بعمل ران للسيت اب وران لهاي السيل. وبشوف الهيد تبع البيانات اللي هم الفيتشرز هذه اللي احنا حددناهم في هذا الشكل. تلاحظ انه الفيتشرز هذه كلها عباره عن ارقام، تمام؟ فجيت لستيب نمبر 1 ايفالويت سيفيرال اوبجكتس. هذا هو الشغل. تيجي تقول انا والله طول عمري هستخدم الراندوم فورست، عمريش هستخدم حاجة غيرها. هذا الكلام ما بظبطش، تقدرش انه انت تعتمد الجوريثم واحد. ليش بدك تسوي دائما؟ دائما بتجرب عدة الجوريثمز وعدة باراميتر لكل الجوريثم، بتعمل تونينج لكل الجوريثم، وبعد ما تحدد ايش هو افضل شيء بيجيب لك افضل نتيجة ساعتها انه تعتمد. لكن الاعتماد من البداية ما بظبطش. ايش عمل هنا؟ random forest regressor. وايش بيغير كان؟ number of estimators. وعارفين ايش هي number of estimators؟ انه اللي هي عدد ال decision tree. مش بس ال number of estimators، ايش في عندي باراميتر ثانيه مستخدم؟ ال criterion. هنا استخدم mean absolute error، تمام؟ وهنا استخدم min sample split 20، وهنا الماكس ديبث 7. كيف؟ ماكس ليف نود هذه في التري العادية، أما هذه راندوم فورست لا، مش نفس الفكرة. بدك تقرأ في الدوكيومنتيشن، مش نفس الفكرة. إذا أنت بتحكي من نفس الفكرة من ناحية إنه هي باراميتر كالجوريثم، أكيد بطبيعة الحال، لكن هل هو نفس الباراميتر؟ لا، مش نفس الباراميتر، تمام؟ بدك تقرأ تفاصيل أكثر بتروح على documentation. بتشوف إيش الباراميترز اللي هو بيحاول إنه يغير فيها. number of estimators صرنا عارفينه. الكريتيريون هنا أنا عندي two criterion اللي هو MSE mean squared error و mean absolute error. The function measure the quality of a split. شو هو بيعمل split؟ فكيف بده يقيمه؟ بده متريك عشان يقيمه. بدك المتريك MEA ولا MSE، تمام؟ عندك الماكسيموم ديبث والمان والمن سامبل سبليت، هو نفسه البارامتر هذا اللي احنا بنشتغل عليه. المن سامبل سبليت 20، ايش هو هذا البارامتر؟ بحكي لك the minimum number of samples required to split an internal node. قديش examples انه هو يعتمد، مش هو بيقسم البيانات لكل تري، تمام؟ بياخد samples فعليا، بيعمل sampling. فقديش ال minimum number of samples اللي هو محتاجها عشان يعمل split لتري معينة، اوكي؟ ايش في عندك كمان؟ الماكس ديبث 7. الماكس ديبث هنا، هنا الماكس فيتشرز، ماكس ليف نود، هاي هو نفس البارامتر موجود. ماكس اكيد مرينا عليه فوق. هاي الماكس ديبث. The maximum depth of the tree. If none, then the nodes will expand until a leaves are pure. معنى ذلك انه unlimited. تمام؟ هنا حددوا قديش؟ 7.
تمام؟ فبالتالي هدول المودلز حاط لي اياهم في لستة عشان انه ايش؟ بده يعمل عليهم لوب عشان يجرب كل واحدة فيهم. خمسة مودلز وحطيناهم في ليست عشان بدنا نعمل iteration عليهم. طيب هجيت بدي اعرف يوتيليتي فانكشن ايش وظيفتها. اليوتيليتي فانكشن انه هي تساعدني في عمل تونينج وانه نختار الموديل الافضل. يبقى هنا بدي اعرف فانكشن اسمها سكور موديل. لاحظ انه نيمينج كونفنشن فيرب فريز شو بتاخذ الموديل تمام والاكس ترين والاكس فاليد والواي ترين والواي فاليد تمام. هدول كبارامترز. شو بعمل؟ بعمل فيت للموديل، بعمل بريدكشن وبروح برجع السكور اللي هو عبارة عن المين ابسوليوت ايرور تمام. وهنا بروح بعمل اتريشن على كل المودلز فور اي ان رينج 0 لغاية اللين تبع الموديل. بروح بحسب المين ابسوليوت ايرور لكل موديل الموديل اوف الاي تمام. بالضبط مفيش داعي. والديفولتس هيو واي فاليد هيو بكون ماخدها من بالضبط تمام. فايش بيطلع معك؟ الموديل الاول جاب 24 والثاني 23 23 23 23 من بين ال 23 هدول اقل واحد الثالث 23 5 هنا 9 7 وهنا 7 تمام. يبقى الموديل الثالث جاب افضل نتيجه تمام. يبقى هنا ايش البيست موديل بتساوي موديل 3. اعمل تشيك للانسر تبعتك كوريكت. بعد ما اخترنا الموديل شو بدنا نروح نسوي؟ بدنا انه انا اعمل جنريت للبريدكشن. فبروح بعمل الموديل تبعي نعم وبروح بستخدمه على وين؟ على الفول داتا. هنا برجع بتكرر معانا نفس الموضوع. بعد ما عملت تونينج وعرفت كل البارامترز وايش هو البيست موديل بتروح بتبني على الفول داتا تمام. وبتروح بتعمل بريدكت وبتروح بتسلم البريدكشنز تبعتك. الخطوه الثالثه سبميت يور ريزلت. مدام انت عندك هنا CSV رايت بعد ما تعمل سيف للموديل تمام. هاي بدي اعمل لك هنا برنت ضن عشان يكون وتتاكد انه هاي السيل اشتغلت ضن. اوكي الان بعد ما تعمل سيف هتلاقي انه انت في عندك في لما تعمل فيو للفيرجن هاي كنوت بوك هتلاقي في عندك اوتبوت هذه اللي بتقدر تعملها سبميت ويبين معك السكور قديش انه انت جبت. اخر مره جبنا قديش 20 21 تمام 20 21000. هاي المره ايش عملنا؟ جربنا 5 مودلز نمبر اوف استيميترز مختلفه ماكس ليف نود مختلفه الكريتيريون مختلفه. فبالتالي بنحدد مين هو الافضل وبعمل سبميت عليه. فهو بعباره اخرى بيحاول انه هو يمرنك انه انت كيف تعمل improvement او كيف تعمل تاكل للماشين ليرنينج بروبلم او كيف انه انت تعمل اتاك للماشين ليرنينج بروبلم. كيف تعالج اي ماشين ليرنينج بروبلم؟ انه انت بتجرب اكثر من موديل بتحدد البيست تعمل سبميت بتشوف الريزلت السكور قديش انت عندك تحسن ما تحسنش. ممكن يكون في عندك رغبه انه انت ترجع تحسن من اول وجديد فبتعيد البروسيس هاي من اول وجديد. كمان مره بنروح على الفيرجن الفيرجن 3 go to viewer وكمان مرة بتعمل سكرول لغاية وين الاوتبوت. هنا هتلاقي هنا في عندك سبميت. ها
هتلاقيه انه حول لك حولك للكومبيتيشن تقريبا، يعني السكور نفس الشيء. انا اخر مرة كان 21، حلقيت صار 20، بعرفش قديش عندكم. تمام، مسموح لك تعمل سبميت انت قد ما بدك، يعني لغاية 40 سبميشن في اليوم بخصوص هذا ال هاي الكومبيتيشن. اوكي طيب، يبقى الاكسرسايز الاول بعبارة اخرى ايش بده اياك تستوعب؟ خلينا نقول الخلاصة، بده اياك تستوعب انه الانترميديت ماشين ليرنينج موديل، انه انت بدك تجرب اكثر من تكنيك. بعد ما تحدد ايش هو التكنيك الافضل بتروح بتسلم النتائج عنه، وهذا اللي احنا حتلاقيه في كل الدروس. احنا ايش حنسوي؟ حنعمل بري بروسيسنج للديتا، حنستخدم اكثر من اسلوب للبري بروسيسنج، الاسلوب الافضل بنعتمده وبنسلم نعمل سبمشن عليه. تمام؟